طبعا تواصل قوى الأمن الداخلي وبمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة منذ 27 من كانون الثاني، المرحلة الثالثة ضمن عملية الإنسانية والأمن ضمن مخيم الهول، بهدف القضاء على خلايا داعش الذين نشطوا مؤخرا داخل مخيم الهول. طبعا وفق آخر المعلومات، قامت قوى الأمن الداخلي ليلة أمس بتنفيذ عدة عمليات داخل أقسام مختلفة ضمن مخيم الهول. طبعا يوم أمس عثرت قوى الأمن الداخلي على أسلحة وقنابل وإبر مخدرة من نوع ترامادول وأسلحة كلاشينكوف داخل خلال عمليات التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي. طبعا هذه العملية انطلقت بناء على معلومات أمنية واستخباراتية، كان خلايا داعش يخططون لهجوم مماثل كما حصل في سجن الصناعة، كان يخططون للهجوم على مخيم الهول من الداخل والخارج. طبعا ازداد معدل التطرف والعنف داخل مخيم الهول، الأسلحة والألغام التي يتم العثور عليها لم يتم العثور عليها في المرحلة الأولى والثانية من عملية الإنسانية والأمن. هذا الألغام التي وجدت مؤخرا يؤكد أن هناك تخطيط من قبل مرتزقة داعش للهجوم على مخيم الهول. طبعا مع ازدياد معدل التطرف والعنف داخل مخيم الهول، انضمت يوم أمس قوات مكافحة الإرهاب إلى حملة الإنسانية والأمن لتنفيذ عمليات خاصة وفق أهداف محددة بعد ارتفاع الكبير في نسبة التطرف لدى القطني ضمن مخيم الهول. طبعا حتى الآن ألقت قوات قوى الأمن الداخلي على 31 مطلوبا. الأسلحة التي عثر عليها تدل أن هناك مخطط كبير للهجوم على مخيم الهول، خاصة طبعا هذا يأتي بعد الهجوم التركي الأخير الذي يستفاد منه خلايا داعش للهجوم على المنطقة وتشكيل خطر على حياة سكان شمال وشرق سوريا. طيب أستاذ أحمد، يعني ما خطورة أن يتم العثور على مخدرات، على أسلحة، رشاشة، قنابل وألغام وحتى أنفاق يعني داخل هذا المخيم، حتى أن يعني فئة الأطفال يعني الآن تتربى وتترعرع على هذا يعني الفكر المتطرف. اليوم هناك جيل جديد يتربى في هذا المخيم، ما خطورة كل هذا؟ طبعا كما ذكرت هنا ينشأ جيل جديد من داعش أكثر تطرفا وأكثر عنفا في مخيم الهول، في أقسام مختلفة من مخيم الهول. طبعا الأطفال، ومنذ متابعتنا لسير العملية نشاهد كيفية تطرفهم، كيفية زيادة معدل العنف لديهم. طبعا يرشقون قوى الأمن الداخلي والصحفيين وعمال والموظفين لدى العاملين لدى المنظمات والمؤسسات الخدمية، يرشقونهم بالحجارة. طبعا أمهاتهم يقومون بتربية هؤلاء الأطفال على هذه الأفكار المتطرفة وغسل أدمغتهم. طبعا الأسلحة التي تم العثور عليها مؤخرا يؤكد مدى خطورة هذا الجيل الذي ينشأ داخل مخيم الهول. طبعا خلايا داعش تقوم باستقطاب عناصر جديدة لها لشن هجمات داخل مخيم الهول. كما ذكرت في البداية إن خلايا داعش كانت تخطط للهجوم على مخيم الهول من الخارج والداخل، مستفيدين من الهجوم التركي الأخير. طبعا الأطفال الذين ينشأون هنا سيكونون خطرا في المستقبل على مناطق شمال وشرق سوريا، سيعرضون حياة السكان في هذه المنطقة للخطر. طبعا مخيم الهول أصبح قنبلة موقوتة
لا نعرف متى ستنفجر هذه القنبلة. طيب، مقابل كل ما ذكرته يعني أستاذ أحمد، رغم خطورة هذا الجيل اليوم الذي بدأ يترعرع على هذا الفكر المتطرف، هذه يعني الأسلحة التي بدأت تتكشف داخل هذا المخيم والذي ذكرت بأنها يعني دليل على بأن هناك مخطط لهجوم كبير كان متوقعا مشابه لسجن الصناعة ربما. طيب، مقابل كل ما ذكرته، لماذا الاستجابة الدولية اليوم ضعيفة تجاه دعوات الإدارة الذاتية يعني التي دعت أكثر من مرة إلى ضرورة تفكك هذا المخيم؟ طبعا هناك أكثر من 45 جنسية من مختلف الدول في العالم يقطنون في مخيم الهول، وهم الأكثر تطرفا والأكثر عنفا داخل مخيم الهول. هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا على حياة سكان شمال وشرق سوريا بالدرجة الأولى، وعلى العالم بالدرجة الثانية. طبعا المجتمع الدولي يتجاهل هذا الملف الخطير، رغم مناشدات من قبل الإدارة الذاتية لإعادة هؤلاء المتطرفين إلى دولهم وتفكيك مخيم الهول لحل هذا الملف. طبعا هذا الملف لن يتم حله إلا من خلال استعادة الدول رعاياها من هذا المخيم، وبالتالي تفكيك هذا المخيم، وإلا سنكون أمام كارثة في المستقبل يهدد الجميع، وبالدرجة الأولى سكان شمال وشرق سوريا. طبعا حتى الآن المجتمع الدولي متجاهل لهذا الملف ولهذه القضية، قضية ملف المتشددين هنا المتواجدين ضمن مخيم الهول. طبعا كما ذكرت، تجاهل المجتمع الدولي لهذا الملف سيشكل كارثة كبيرة، خاصة أن مخيم الهول أصبح برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. كان معي من شمال وشرق سوريا الصحفي والإعلامي أحمد سمير، شكرا لك.